مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وحش الشاشة. هذا البرنامج السياسي الذي يأتيكم في سهرية كل أحد، وطبعا الوضع يحتم علينا أن نغيروا الكونسيبت بتاع البرنامج والروح بتاع البرنامج ونسيروا ونواكبوا الحدث اللي قاعد يصير في تونس وفي العالم كالعادة، اللي هو الكورونا. الكورونا اللي غيرت أسلوب خدمتنا وطريقة خدمتنا، وأيضا أثرت على الكونسيبت بتاع البرنامج اللي منذ أسابيع بدلناه، ولينا أغلب ضيوفنا هم من الأطباء. اليوم الأطباء هم نجوم المجتمع، هم في الواجهة، هم في الصدارة، هم أيضا يخوضوا في حرب كبيرة نيابة عنا لحمايتنا، وهم موجودين في صدارة المعركة في الخندق الأول لهذه الحرب التي تعلنها تونس ويعلنها العالم على وباء الكورونا. إذن ضيوفنا كالعادة من الأطباء، ولكن اليوم باش نتناولوا مهنة الطبيب من ناحية إنسانية، من زاوية إنسانية. باش نحكيوا مع زوز من أشهر الأطباء ومع باحث مختص أيضا وأستاذ جامعي، ولكن باش نحكيوا على مهنة كواليس مهنة الطبيب، على كواليس مرض أو وباء الكورونا. لهذا الغرض نستضيف أولا طبيب شرعي مختص في التشريح، وهو أشهر طبيب في هذا المجال، أشهر طبيب في تونس، وأيضا طبيب قلب معروف جدا وعرفته في حدث معين، مختص في جراحة القلب. مرحبا، وأيضا باحث وأستاذ جامعي موجود معنا أيضا لإثراء الحوار وإثراء النقاش. مرحبا بالدكتور المختص في الطب الشرعي وفي التشريح الأستاذ منصف حمدون. أهلا وسهلا دكتور منصف، مرحبا. أيضا مرحبا بالدكتور ذاكر لهيذب، مش أول مرة يجينا البرنامج. مرحبا بيك دكتور. بيك عايش مختص. تصحيح مانيش جراح، نعمل القسطرة العلاجية يعني. القسطرة في القسطرة العلاجية. مازلنا مانيش مستنسين راهو باستضافة الأطباء، دونك اغفروا لنا بعض الأخطاء في تقديمكم. المهم طبيب قلب، وأنت من أشهر أطباء القلب، وخاصة كنت الطبيب الرئيس الراحل، من أحد أطباء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وواكبت آخر لحظات في حياته باش نحكيو على الكواليس تاع هذايا. ولكن ايضا المفاجاه انك ايضا احد اطباء فريق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كنت برمي 10 اطباء موجود معاه في الكواليس. ومعنا ايضا الاستاذ رافع طبيب، الاستاذ الجامعي والمختص في العلاقات الدوليه والجيو استراتيجي. هكا دكتور، اهلا وسهلا، مرحبا بك سي رافع. اذا قبل كل شيء، عندنا اليوم ثم موضوع مهم برشا في تونس، اللي هو موضوع دفن ضحايا الكورونا اللي أثار ضجة في تونس، وثم صعوبات في دفنهم، ثم معارضة اجتماعية، ثم ناس ربما رفضت. شفنا ظواهر غريبة على المجتمع التونسي، رفضوا حتى دفن الضحايا هذوما في مقابرهم وفي مدنهم. شفنا حتى مظاهرات واحتجاجات. خرجت كأطباء وفسرت للناس، ولكن مازال فما مشكل. باش نشوفوا مع بعضنا VTR حضرته منى سعودي حول هذا الموضوع، وندخلوا في النقاش بالموضوع هذا. شوفوا مع بعضنا VTR. الخوف من التقاط فيروس كورونا هيمن على غالبية الناس. في مصر شجار في مقبرة مصرية، والسبب جثة متوفي بكورونا. في العراق وتحديدا في بغداد، مواجهات بين قوات الأمن والسكان يرفضون دفن ميت بكورونا. في إيطاليا وفي الصين وفي عديد المناطق في العالم، وين تقرر حرق جثامين ضحايا الفيروس. خوف وهلع وصل لتونس وخلى احتجاجات تقوم لمنع دفن متوفي الكورونا. في بنزرت، وين تم رفض دفن امرأة أصيلة جرزونة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. في ولاية بيجا وتحديدا في معتمدية مجاز الباب، إثر وفاة أحد المصابين وهو أصيل تستور، عملية الدفن القت احتجاج ورفض من بعض المتساكنين المجاورين للمقبرة. احتجاجات وصلت لحد غلق المقابر ومواجهات باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، حتى يتسنى للهيكل المعنية إتمام إجراءات الدفن. من أستوين صار فتلاش ربي غدوة تطلع الريحة وكل شيء، شكون باش يمرض أنا، باش يمرض مرتي ولي. لا يا سيد، أنا مرتي ولي ربي حمد تتكلم فرق المرأة فرقش مطاطي يا رشنو. حوادث تتكرر وجدل قايم خلى وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ينتقد رفض دفن ضحايا الكورونا، وأكد التاريخ يورينا أنه كي تنتشر الأوبة تكثر الخرافات والاعتقادات الخاطئة، وتغيب العقلانية، والضحية يكونوا الموتى اللي تعاقبوا مرتين، مرة بالفيروس القاتل ومرة من الإهمال والامتهان والرعب من تكريمهم بالدفن.
وزير الشؤون المحلية أكد من جهة استعمال القوى لردع مثل هالممارسات المشينة، رغم تأكيد مصالح وزارة الصحة على أنه عملية الدفن ما تشكلش حتى خطر على صحة المتساكنين وخاصة القرب من المقابر. وستستعمل القوى العام ومش فقط القوى العامة، معناها حتى العقوبات، ستفعل العقوبات للناس اللي تعطل الموضوع هذا. مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ عبر عن استيائه من الرفض وأكد أنه طريقة الدفن شرعية وصحيحة. كرام الميت دفنه، كيفاش نخليوه؟ شنو نلوحوه في البحر نحرقوه؟ شنو خطر سمعت انا مرة قلت نحرقوه وكلام هذا؟ ولي هذا وزارة الصحة اخذتك القرار هذاك وكني لام هذاك نتاع طريقة الدفن طريقة شرعية وطريقة جائزة. ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم. احتجاجات رفض اعتراض عدد من الاهالي رغم انه عملية الدفن تتم وفق الاجراءات الصحية اللازمة، مخاوف من انتقال عدوى من متوفي كل ذنبه أنه مصاب فيروس كورونا، ونساو أنه إكرام الميت دفن. دكتور منصف حمدون، اليوم التوانسة يخافوا من جثة المصاب بالكورونا ويعتبروها معدية وتشكل خطر على صحتهم، وذاك علاش التوانسة الكل يخافوا من العدوى، وثم حالة رفض شبه عامة لدفن هؤلاء في المقابر وكذا. شنو رايك مختص في التشريح وفي اول كلمه نقولها اللي ريناه معناتها غلط، معناتها فما قله وعي. نفهم الناس تعرفش يسمعوا بالكورونا والعباد الكل تحكي بالكورونا، الناس تخاف من الحي ومن الميت، دونك هنا يلزم توعيه الناس. فهمتي؟ نعرفوا اللي الجثه تقعد فيها الفيروس هذايا، فهمني، يعدي باللمس، يعني لما نمسوا الجثة في حوايج وفي فوق بدنه يقعد الفيروس، يقعد الفيروس من لحظة الوفاة. ايوه، ويقعد حتى كلكو جور ينجم يقعد كلكو جور. ايوه، وهو في القبر ولا في البر؟ حتى البر ولا في القبر كيف حتى في القبر. اي الو، بالنسبة للحي الميت ما يتنفس، دونك ما خافوش تجيك كحة ولا يتنفس في وجهك، هذا مش موجود عند الميت. كيفاش يعدي؟ لكن يعدي باللمس، ووقت اللي او مانيبيول الكادافر معناتها نحيو الحوايج ولا كذا، فما غبره تطلع وكذا، هذيك كل فيها الفيروس. دونك فما احتياطات خاصه، واضح. دونك اللي يمشي يمس الجثه ومش يهزها ومش يلزم وقايه، فما بدله بتاع وقايه، كومبينيزون بافيت ومريات وسيور شوسور اكسيتيرا، باش يحمي روحه. ووقتها ينجم يهزوا الجثة، دونك زوج من الناس يحطوها في الساك هذايا، ساك إرميتيك، دونك عازل ويتسكر عليه. يفوت تسكر ما عادش يتحل، الساك هذاك ما عادش يتحل تماما، ما عادش يتحل يمشي ديريكت للقبر، ينضاف من برا شوية جافيل. فهمتني؟ ويهزوه بيان سور بقندوات وكل شيء، يحطوه في السيارة ويمشي لل بعد ما يتحط في الساك ويتحط جافيل، ما عادش جافيل، ما عادش يشكل حتى خطر. فوالا، انتهت العدوى، انتهت العدوى، فما حتى ريسك. هذا دونك يتهز للمقبره الطول. طول المقبره كان توفى في المستشفى كيف ما عادش يتعدى للدار واكسترا، يتعدى طول المقبره واذا توفى في الدار من المستشفى كيف للمقبره. فوالا، عمليه الدفن تصير في قبر عادي، برشا يقول لك 3 متر و4 متر ومدري شنو، متر ونص القبر عادي، ويهبط معناتها ينجم يهبط بالحبال دو بريفيرونس باش العوان ما بقل ريسك. فهمني؟ ويتغطى عليه، فتغطى عليه بالحوض ثم بالتراب، وفي المشكل في المشكل في المشكل ما عادش فما ريسك للي يسكنوا بحداه ولا اللي يجيو فميكا باش يتعداو، ما عادش فما سير بلاس، ما عادش فما مشكل. واضح ولا؟ بيان سور العوائل هذوما هذاك علاش رينا التكوين نتاعهم لازم يتكونوا باش يعرفوا يفوا كملوا العمليه هذيا كيفاش ينحيوا خطر. اي، ولكن دكتور، وقت اللي اذا الميت ما يعديش، علاش جماعه البلديه يلزم يلبسوا بالطريقه هذه؟ لا قلت لك يعدي الميت. إيه؟ لما نلمسوه يعدي. اي، لكن جماعه البلديه يقعدوا لاخر لحظه لابسين ولو ديما سي جامي، معناتها في الساك باللي تنظف بتاتر يقعد شي كلك، فهمتني؟ دونك احتياط، هذا احتياطات لازمه، فهمتني؟ نمشيو للماكسيموم، ما يلزمش واحد يمس الساك بيديه، ولا ديما تلقى فما امكانيه بتاع. شفنا البرة اجراءات اللي خوف الناس، انه قبل شافوا فيديوهات من برا في ايطاليا وفي غيره، انه الجثث تتحرق
وأنه مقابر جماعية وأنه إجراءات صار ما يسر في دفن الضحايا هذوما ولبسة خاصة وتوحي بأنه فما خوف كبير من الجثة. هذا اللي خوف التوانسة من بعض. اسمعني، حرق الجثة مش دخل في عاداتنا، نشوفوه في أوروبا في بلدان أخرى. بالكورونا والبلا كورونا عندهم العادة يحرقوا الانسينيراسيون، يحرقوا الكادافر. دونك الأسباب أخرى، اعتقادات فمالية، حتى من ناحية المادية، خطر الجثة لما يدفنوها كاكا يقعدوا يخلصوا عليها ديما وفي مصاريف كبيرة، فما اللي يفضل الحرق، فهمني؟ دونك داخل في عاداتهم، مش مشكلة. احنا لا مجال لدي، معناتها ما وصلناش لدي، ومش داخل في عاداتنا. أنا يظهر لي نبسطوا الأمور، يتدفن فما حاجات ما يلزمش نعملوها، مثلا غسل الميت هذه حاجة لا مجال لها، لا مجال لها، لا مجال لها، ولا مش يبوس الميت، ولا مش يحد من العالي مثل الميت. هذا لا مجال، الطقوس نتاعنا نضحيو فوالا، خاطر فيها ضرر كبير ياسر وريسك كبير للعائله. خاطر احنا عندنا اللي يبوس الميت اخر بوسه ويشوفوا اخر مره ويودعوا وكذا، عندنا طقوس روحانيه معناها مهمه ياسر في المجتمع التونسي. هذوك هذوكم نضحيو بهم. من الناحيه الدينيه استرشدت كانوا مادام فما مضره للناس الغسيل، الغسل مش لازم. داير في ديننا موجود، حتى في الصلاة اللي مشي يتوضا اذا كانوا عنده مرض ولا كذا ما نجمش يمس الماء، يتيمم بحجره وكاو. ولذا ديننا متسهل راهو، معناتها مادام فما مضره لا مجال لا الغسيل ولا مانيبيولاسيون دو كادافر. دكتور اللي تهز واضح دكتور حمدون. دكتور ذاكر التوانسة أو ديننا الحنيف يقول إكرام الميت دفنه، ولكن اليوم التوانسة لقاو رواحهم مضطرين لرفض دفن بعض الموتى بحجة أنهم ضحايا كورونا وميتين بالكورونا ومفارسين فيهم فيروس وينجموا يشكلوا خطر على صحة الناس. وشفنا مظاهر لا تشرف التوانسة بصراحة، أنه ناس تسكر المقابر وترفض دفن بعض الموتى من ضحايا الكورونا الله يرحمهم. شنو رايك في المظاهر اللي كنا نشوفوا فيه؟ ما نجمش نقول لك رانا نتفاهمهم الناس هذوما، اما راهو ما نعرفوش الفيروس ما نعرفوش. في ديسمبر اللي فات ما كان يعرفوا حتى حد. لحد الان حتى الاطباء ما يعرفوش، معناتها نقول لك انا كطبيب ما نعرفوش شنو نجم يعمل الفيروس هذايا. ماهوش مانيش نتفاهم الناس هذوكم، اما احنا زاد الاطباء يلزمنا نخرجوا الاعلام ويلزمنا نعلموا الناس راهي الخطوره وين، وين يقف الفيروس، وين يتعدى، وكيفاش يقعد في الخليه الحيه كيفاش، وفي الخليه الميته كيفاش. يعني الناس مستحقين معلومه، المعلومة يلزمها توصل لهم وتوصل لهم بطريقة مبسطة وجيدة. هذا علاش فما ناس ماهيش فاهمة الوضع تتصرف بالطريقة هذيك، رغم اللي هو فما مريض ممكن حتى ولد عمهم ويعرفوه الناس كل تعرف، وإلا شخص يكون مريض مروح يلزم يوريهم السيرتيفيكا اللي هو أنا وفالي الفيروس ما عادش عندي هني يوري فيها. فما حالة هوس هلوسة كبيرة. احنا طب كل يوم معاهم، نلبس ماسك واحمي روحك ونجم تمسه المريض وتعدي عليه وتعمل له قسطرة وتعمل له عملية وتعمل له، معناتها يلزمنا نتصرفوا توا. رانا راهو الفيروس هذايا في العالم مادام الفاكسان مازال ما حضرش، رانا باش لازمنا نتعاملوا معاه. العدو ما نعرفوهش، نبداو نعرفوه بشويه بشويه، اما كل ما نعرفوه اكثر كل ما نجمو نتصرفوا معاه. وكل ما العلم يزيد يتقوى، العلم المعلومات تزيد تقوى، كل ما احنا نجمو ناخذوا احتياطاتنا اكثر وباش نتعاملوا معاه، يعني باش نتصرفوا معاه الفيروس هذايا. على خاطر صحيح حتى في بلادنا مسيطرين عليه توا الوضع، اما راهو في العالم ماهوش الناس مش مسيطر عليه، معناتها احنا مسيطرين عليه مانيش مسيطرين عليه تو نجيو من بعد. خاطر ما يقولون ديما العبارة السحرية المطمئنة أنه الوضع تحت السيطرة، ساعات نحسوا اللي السيطرة هي اللي تحت الوضع. بارفوا نخافوا، بارفوا نشوفوا وزير الصحة يبكي والمدير العام السيدة نصاف بن علي في حالة هلع وخوف وكذا. ساعات فما مظاهر تخوفنا، آخر بكي لوزير الصحة. هذوكم خلينا نزيد نوضحهم الحالات هذوكم، على خاطر وقتها ديما نحكيو بالار زيرو. هذه الار زيرو كيفاش كل مريض قداش يعدي من مريض. النهار هذاك فاقوا فما مريض عدا 9 وفما مريض عدا 10، وقتها الامور بدات تفلت شويه على السيطره. وصلناها. اذا كان مريض يعدي مريض ولا ما يعدي حتى حد، هذيك نجموا نقضيوا بها على الفيروس. مثلا تشوف مثلا جزيره كما جزيره جربه 3 ايام ما عادش فما حتى حاله جديده، هذيك امور تبدا مطمنه شويه. اما كترى مريض يعدي في 10 راهي هذيك الخطوره وين. واضح. استاذ رفع طبيب، شنو رايك في اللي كنت تسمع فيه ساعه؟ عندكش اضافه على الكلام اللي لا اضافه لي معناها أول حاجة استاذ معناها شكرا أنك جبت معناها فهمني من أفضل الدكاترة اللي عندنا باش نحكيو معناها في موضوع اليوم. نقطة الضعف نتاعو هي مسألة الكومونيكاسيون.
لانه الشيء اللي ريناه معناها في المقابر راهي معناها حاله هستيريه معناها جات من جهل. الناس كما قال معناها فهمني الدكتور قبلي معناها نحن اعداء لما نجهل ومجهول هذا معناها هالفيروس هذا. فما معناها صور جات من العالم جعلت الناس تشك في كل في كل الديسكور اللي قاعد يتقال حول المساله، وبالتالي كان فما هالرياكسيون هذه. انا ما نجمش نحكي في المساله الطبيه بالطبيعه، لكن حكيت التواصل في مساله الفيروس هذايا مشكله في تونس، مشكله كبيره. اولا الساعه معناها السرعه انه جاء، ثاني حاجه معناها المعطيات ما كانتش كلها متوفره، ثاني حاجه الناس اللي تكلمت كانت اكثر علماء، والعلماء ما همش ناس عندهم دي دوكترين، هذم ناس معناها بالحق معناها يعيشوا ومش مستنسين يتكلموا اي ويعيشوا في الشك. وعندما يقول لك مثلا كيما الدكتور يقول لك معناها ما راش مانع انه يقول لك لا، معناها مازلنا ما نعرفوش ومازلنا باش نكتشفوا، العالم كامل مازال معناها عنده نقطه استفهام حول هذا الفيروس. فانه معناها هذا الخطاب جديد راهو في تونس، لانه معناها الخطاب اللي استنسنا به مده سنوات هو الخطاب الواثق اللي معناها اموره واضحه الى اخره، وبالتالي معناها خطاب العصافير تزق في العالم كامل. ومن بعد نحكي لك معناها فهمني كيفاش معناها كبار استراتيجيين في العالم يقول لك نحن سندخل الى مرحله في العالم هذايا عنوانها الاساسي هو الشك، هي الحيره. وبالتالي معناها لازمنا توا تقول لي عنا معناها موقف كيف سنتعامل مع الحيره. انت من المنبهرين بالدكتور البروفيسور راولت وي، واللي سي ذاكر ماهوش ياسر معاه معناها تو بعد نجيوه الموضوع هذا. انا باش نسال الدكتور حمدون، معناتها الدكتور حمدون اشهر كلمه في تونس تتقال خاصه في صفحات المحاكم، خلينا نبسطوا للعباد، هي كلمه الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي هو انت مش وحدي يعني. اي مش وحدك، ولكن انت مؤسسه الطبيب الشرعي، هي في النهايه مؤسسه الطبيب الشرعي، هو انت رئيس المؤسسه هذه، رئيس قسم، وانت اشهر طبيب شرعي في تونس. وقديش عندك كارير دكتور؟ عام 85. من عام 85 وانت تمارس في التشريح. قراني راه استاذ. فوالا ممتاز، تمارس في التشريح وفي الطب الشرعي. تعلمت على الاستاذ عبد العزيز هشام. الله يرحمه. الله يرحمه. واضح. احنا نقدروا ياسر ونحترموا علمائنا ونحترموا المقامات. دكتور يعني انتم تجيكم الجثث نتاع اللي توفى بالكورونا هكا ولا؟ لا احنا اللي فيها شك. احنا الطب الشرعي. الطب الشرعي يجينا الجثث اللي السيد وكيل الجمهورية طالب فيهم التشريح. لا هذيك حاجة أخرى، ما أنا نحكي على هذه خدمتنا احنا. فوالا. فهمت؟ كورونا ولا مش كورونا؟ اذا كان السيد مش احنا قرروا التشريح. وانا نحب نسالك على الكورونا. فوالا. هو بصفه عامه المهنه انه معروفه انه يجيكم الجثث بطلب من القضاء. موت ناتج على عنف ولا موت انتحار ولا جنسيه جرائم جنسيه ولا تسمم ولا كذا ولا جرائم، فهمني؟ ولا موت مستراب. وقتاش موت مستراب؟ وقت اللي انسان ما فماش عنف لكن يموت بسرعه، نسميها مور سوبيت، مشكوك فيه، يعني انسان يكون لبس عليه تقريب وفيات مشبوهه في نص ساعه توفى في الشارع في الدار في اكسترا ولا حتى في المستشفى ما نعرفوش باش مات. تقول لي تسمى موت مسترب فيها. تو نجيو للمهنه وكواليس المهنه وتاريخ المهنه، ولكن الكورونا كيفاش تتعاملوا مع هذا هو فوالا باش نوصل لك لهنا. جوستومون احنا تويكا اذا كان يجينا حاله بتاع عنف واضح، انسان حادث مرور ولا حادث في دار طاح من كذا ولا عندها ظروف، نسهلوا العائله فماشي علامات من قبل ولا فماش تكون في العائله، اذا كان فماش شبهات معناتها ما فماش مشكله ذاك. لكن الموت المستراب فيها اللي معناتها فشئي ما نعرفوش، هذا انسان لبس عليه نجم يكون عمل انفاركتوس، نجم يكون عمل ليموراجي سيريبرال، نجم يكون الفيروس هذا، فهمتني؟ دونك هذوما سيستيماتيكمون ولا الطب الشرعي في الجمهوريه الكل مش كان في تونس برك العاصمه، فهمتني؟ تفهمنا باش الحالات هذه الكل سيستيماتيكمون ناخذوا العينه. داكور؟ باش نشوفوا فما الفيروس ولا لا. واضح. كان فما الفيروس احتياطات خاصه في التشريح الى غير ذلك، واذا فماش فيروس يقع التشريح عاد كالعاده. الاحتياطات الخاصه شنو؟ فوالا. احتياطات خاصه معناتها في السال دوتوبسي، الطب الكليكا فما توني سبيسيال، كومبينيزون واحد، والصاله من بعد العمليه تتعقم الى غير ذلك. اذا فماش فيروس تصير عمليه تشريح عاديه. الوغ المشكله هنا الناس ماذا بيه يفهموا، كاين برشا قلت كلمه من قبيله اكرم ميت دفنوا. دونك عندنا العاده في تونس اللي فوا واحد توفى الناس
يعني مستحيل باش يتفن في اخر وقت. صحيح. ماذا بهم مات الصباح يتفن العشيه واكسترا. صحيح. في الظروف هذه اذا كان باش ناخذوا عينه مش نستناو 24 اور باش. مشكله مع العائلات نهار كامل انا نفسر يا ولدي. يحب يدفنوا فيه صح. يحب يدفنوا فيه يا ولدي هذيك خلينا نشوفوه عنده باكش عنده الفيروس. فهمني راه فما ريسكو للعائله وللناس الكل خلينا نثبتوا بدات الناس تفن تو يصبروا يصبروا باش نشوفوا باش يهزوا خطوه. فهمني دونك هذه البروسيدور تو اللي عاملينها سيستيماتيكمون ناخذوا عينه لكل كدافر في الحاله هذه اللي يموت في الظروف هذه. باهي الفيروس قديش يقعد في الجثه؟ ولا ما عندكمش معلومه دقيقه؟ ما عندناش كما قال ما عندناش معلومه سيونتيفيك متاكده. فوالا جديد هذا شيء جديد. فهمت مازلنا ما عملناش دي اكسبيرمونتاسيون اكسترا مي جو بونس يقعد كيف كيما في التراب يقعد معناتها كيما يقعد في كلكو زور فهمتني ويقعد ناشط في الجثه؟ يعمل تغييرات في الجثه؟ هذه كل اسئله مازالت هاني سالت اسئله معناها غيبيه مازالت ماهيش ليميتاسيون قاعدين تويك لابوراتوار تاع شان ليكول مثلا قاعد يخدم على العرين فماشي ميتاسيون بوتيتر لي كا اللي شفناهم على الجثث بوتيتر نلقاو شي فماشي ميتاسيون في العرين تاع الفيروس ما نعرفوش هذا واضح. باهي خليني نبدا الانترفيو معك انت بعد نمشي لكل واحد عنده انترفيو بعد عندنا نقاش عام. انا باش نسالك باش نحاول لاول مره في الـ في الـ في التلفزه نحاولوا ناخذوا كواليس المهنه نتاعك اللي هي مهنه دقيقه وحساسه وصعبه وشاقه زادة مش سهل ان واحد يكون طبيب مختص في التشريح وفي الطب الشرعي فما مصير نتاع جرائم كامله تكون بين يديه فما حقيقه كبيره حقائق كبيره تكون بين يديه هو يحسمها فما امانه ثقيله جدا على كتافه يحملها حول حقائق حول جرائم وملفات وقضايا وتعذيب وكل شيء. انت طبيب مختص في التشريح والطب الشرعي قديش ساعه قريت باش خذيت التيتر هذا خلينا نعرف التوانسه ما يعرفوش راه مش مستنسين راه نجيبوا في السياسيين والفنانين وكذا خلينا نعرفوا الطبيب قريت كيف كل طبيب مختص باك 11 سنه باك بلس 11 مينيموم هذا فوالا باك بلس 11 باك بلس 11 مينيموم فهمني بقى هذا باش يولي طبيب مختص فهمني بقى احنا طباء استشفائيين جامعيين دونك ما تقفش الحكايه بعد باك بلس 11 كل خمس سنين عندك تكوين اخر اسيستانا اغريغاسيون حتى يولي واحد بروفيسور هذوما بعد قداش من عام وليت بروفيسور 15 بلس 11 ما تحسب 15 مع 11 اذا كان واحد نظري حتى عام 11 15 مع 11 قريب 15 11 26 سنه باش وليت بروفيسور 26 سنه يتعلم ديما يتعلم ديما وما اوتيتم من العلم الا قليل ديما نتعلم راهو ديما تو واحد يتعلم راهو تخدم في مهنه الطب الشرعي والتشريح منذ عام 1985 بربي بروفيسور هل هي معناها المهنه هذه تخلي حياتك قاسية شوية متعبة نفسيا تقتل بعض الأحاسيس لأنه طبيب خليني نسأل بلسان المواطن العادي المواطن العادي يقول لك طبيب نهار كل يشرح في الجثث ويحل في الأجساد ويطلع على المصارن وعلى الواحد بالمقص والسكينة والتشريح يعني هذايا شنو يأثر على الشخصية على العائلة على الدار على حياتك. أول حاجة قلت كلمة من قبيلة قلت مهنة صعيبة نرجع فهمتني برشا ناس تصوروا صعيبة خاطر عم مع نتعامل مع الجثة الناس تخاف من الجثة وكسترا وتشرى كيفاش يعمل مع الجثة وما يخافش وكذا هذه حاجة تعديناها من بكري أنت تحل البيت فيها بكري ياسر فيها 100 جثة ولا 200 أنا كي نوزر الجثة ما عادش نراها كيما يراها العباد فهمتني أنا بالنسبة لي الجثة أنصومبل دانديس فهمتني علامات يلزمني علامات يلزم نلوج فين باش نحلهم باش نحل القضيه خاطر فما قاضي استنى فيها فهمتني والنتيجه بتاعي عندها قيمه كبيره في القضيه مصير القضيه دونك لونسومبل دانديز دونك الجثه بالنسبه لي تبدل مفهوم بيان سور اقعد ديما احترام الجثه هذاك حرمه حاجه الجثة. حرمه الجثه ما فيهاش فهمتني الور اما فاش صعيبه المهنه هي في المسؤوليه مسؤوليه كبيره ياسر خاطر انت رجل علم والقضاء وقضايا بعد مرة قضايا ما دابا فيها انسان ميت تحسمها انت روح البشر يظل من اكبر القضايا فهمني
مهما كانت نوعية الموت معناتها بعنف ولا تسميم ولا تعذيب ولا تعذيب ولا غيره، فهمني روح بشرية دونك فما حقيقة فوالا دونك هنا مسؤولية كبيرة ياسر وأمانة، وفي برشا قضايا القاضي معناتها يتوجه حسب تقرير طب الشرع. أنت اللي عندك الحسم فوالا في بعض القضايا. أي دونك هنا يلزم فريمون بريدونس، يلزم واحد يرد باله برشا ويعرف حاجه يقول نعرفها ما يعرفهاش يقول ما نعرفهاش، هذا ما يلزمش يدعم العلم اذا كان العلم ما ينجمش يفسرها ما يدعيش فوالا. دونك هنا هذه الصعوبه معناتها المسؤوليه هذه اللي معناتها تكون صعب في الاختصاص هذا. و احنا معناتها تعرف الطب الشرعي المهم كونه نزاهه، لا مجال ودومين ما فيش مجال باش واحد يميل على اليمين ولا على اليسار، يلزم يحاول زيرو فرص على روحه باش يكون قد قد استقامة الاستقامة والنزاهة العلمية، يعني ما فماش ما يلزمش يتأثر. ما عندكش حق تغلط، لا الخطأ يلزم هامش الصغير إنساني معناتها ينجم، أما ماذا به يخطئ أقل ما يمكن. واضح. و لا بروف معناتها تويكا في قاضي موازي في القسم عندنا قاضي علمي ما فماش تقرير يخرج ما غير ما نجلسوا عليه أطباء الكل، خاطر طبيب واحد ينجم يغلط في صال دوتوبسي تلقى مزوز أطباء على الأقل ومعهم المساعدين، فهمني باش إمكانية الخطأ تنقص والتقرير ما يخرج إلا من نفليو الكلمة هذه زيد هذه نقص هذه، لا بعد ما نشوفوا المجلة العلمية اش قالت فهمني. دونك هذه كل احتياطات تحريات ناخذوها باش معناتها يكون تقرير يعتبر اختصاص نادر هذا في تونس الطب الشرعي والتشريح نادر، احنا الكل في الكل تقريبا كارونتين كارونتين في تونس كامل في الجمهوريه كامل 40 طبيب تشريح و 40 50 تويكا، هذا هو مؤسسه الطب الشرعي تتكون من 40 طبيب في الجمهوريه الكل تونسي. مش شويه بربي نسالك سؤال، ولو انه الاطباء يتعفوا عليه يلزم الناس زاده تعرف تضحيات الاطباء في القطاع العمومي تضحيات كبيره برشا، فما ناس ما صمدوش في القطاع العمومي هاجروا وهربوا لاسباب ماديه باش يضمنوا مستقبلهم، وفما ناس زاده مشاو للقطاع الخاص. انا كل طبيب نشوفه في القطاع العام ما ما ما, ما, ما نجم كان نحترمه احترام شديد لانه فما تضحيات ماديه يظهر لي شهرياتكم، انا عندي فكره انه شهرياتكم تعتبر متواضعه قياسا بالناس نسبيا نسبيا بالنسبه هكا ولا سي ذاكر. احنا الحمد لله مش كيما الطب الشرعي نجم نعمل نشاط تكميلي، نجم نعمل النشاط الخاص التكميلي. اي يعني هذاك ما ينجمش واحد يقول انا راه حالتي صعيبه وانا نعمل في النشاط التكميلي. انا شخصيا نعمل في النشاط الخاص التكميلي قانوني وفي يعاون برشا الاطباء باش يقعدوا في القطاع العام. اي سي رافع مشترني الراي انه الاطباء في القطاع العمومي مظلومين بالطبيعه ماديا، الشيء اللي ريناه معناها السنوات اللي فارته من هجرة الأدمغة من تونس بالضبط أطباء وأساتذة جامعيين. احنا إن شاء الله هاريخو ما نفيقوش على رواحنا ونقولوا اللي دفعنا ثمن دفعنا كنت تستاهل هذاك معناها دفعناه غالي جدا. دفعنا مش حتى نفيقوا، فقنا توا في الأزمة هذه فقنا قديش خسرنا وقديش باهي. نواصل معاك دكتور حمدون، معناتها بون انت ما مشيتليش للحياه انعكاس هذا على حياتك الخاصه على عائلتك على نفسيتك على شخصيتك حتى مشكل. انا نعرف اللي انت اول جثه شرحتها في حياتك ما نعرفش في عام اثرت عليك بيان سور. لا العلاقه مع الجثه اول مره كي كل انسان عام 75 اي في السبعينات اي في السبعينات اول جثه الاناتومي وقتها اول جثه اش كانت الجريمه؟ الاناتومي اول مره نلقى روحها في القرايه في التكوين نقرا في القرايه في الاعضاء البدن الاناتومي هذه جابوا لك جثه حقيقيه؟ فهمني جابوا لنا جثه وهاو القلب كيفاش وهاو كذا والشرايين ومدري شنو المشكلة في الريحه، الريحه ما تنحاش الريحه والمشهد تقعد مده معناتها تعيش به مصدوم ما ترقدش مليح وما تاكلش اللحم وكسترا فهمت ما تاكلش قعدت ما تاكلش اللحم وي قعدت شهرين ثلاثه ما ناكلش اللحم شهرين ثلاثه اي اول مره قعدت اول مره شفت رجه كانت شفت اللحم تاع البشر معناتها لي ميوسكل الفوا والكبده وكسترا فهمني بعد شويه بشويه تولي ندخلوا في اي ولكن جوستومون دكتور كيفاش الطبيب يوصل يتعايش مع هذاك ويتعايش مع الجثه البشريه من داخل ويتعايش مع المصارن ومشهد الدموي وكذا والجثه من داخل اللي الجثه الناس بارفوا تخاف منها وتخاف حتى من الشبح من الخيال نتاعها
الناس تخاف من المقابر ما شافهاش الجثة ويخاف من يخاف من المقابر. هنا هي رياكسيون طبيعية، الناس تخاف من الميت يخافوا من الموت. علاش يخافوا من الموت؟ خاطر الموت أنا كونو مجهول، فمشي حد مات ومن بعد قام قال لنا اش صار ولا أي. فماش عالم غيبي. دونك والإنسان طبعه يخاف من المجهول، تدخل في بيت ظلمة تخاف تعرضك شي بير تطيح فيه ولا كذا، فهمني؟ دونك الجثة هي تمثل الموت معناتها فريمون، هذاك علاش الناس تخاف من الجثة. ألوركو أنا خاف من الحي ما خافش من الميت. راهو تخاف من الحي أكثر من الميت. وي وي في اللابوراتوار يبداو 20 جثة في الليل ما فما حتى مشكل، ما يقلقونيش. تدخل اللابوراتوار سون بروبليم سون بروبليم. كان فيهم واحد برك حي نخاف لا يجي يسرقني ولا حاجة. كي يبدا ميت تتهنى، كي يبدا ميت تتهنى وعندي فيه ثقة تامة. ميت فهمني ثقة تامة. داير الشخص الوحيد اللي تعطيه ثقة 100% هو هذاك، هو كل الجثث هذيك اللي تشوفها. مسكين ما ألا هنا تأثيره على الحياة البشر. أنا جو لوتيليز دون لو سونس بوزيتيف، فهمت؟ خاطر نشوف جميع أنواع الموت. جميع معناتها نشوف نشوفوا معناتها البشر جثث مشوهه وجثث محطمه في وضعيات لا أراك الله، معناتها بريموف قاسيه قاسيه جدا، فهمتني؟ و بون كيما قلت لك انا معناتها يجيبوا لنا واحد مقصوص ثروف اكسترا، هذوما فهمتني ما عادش نتاثر بهم. انا فك الثروف هذيك انا لازم نلوج الهندس كيفاش صارت العمليه وتلوج على الحقيقه في الجثه. الحقيقه فوالا فهمتني. أما اللي يفادني في حياتي هو كي نشوف معناتها الناس الكليكا كيفاش يموتوا مهما كان في حياته. شفت اللي غني، شفت اللي ذا شهرة، شفت اللي شفت البسيط اللي مسكين ما يجي ما عنده حتى حد مساواة في الموت. الموت الموت عادل ما عندوش حتى شكون يجي يدفنه، فهمت؟ في السال دوتوبسي كلهم كيف كيف، بس كل كيف كيف عدالة عدالة إلهية فوالا. إدولا تاخذ درس، أنا ناخذ درس فوالا كل يوم تاخذ درس. الحياة هذيا فهمتني حتى شيء نوفا فينير كل هكاك كيما تحب تزين روحك تلبس مليح عندك فلوس ما عندكش اكسترا آخرة في الآخر نفس الأمر. دونك هنا نستعمل هدايا لحياتي الخاصة. أقصى مشهد عشته شنو؟ ما حتى شيء ما حتى شيء ما يأثر فيك. حتى شيء ما يأثر فيا تويكا فهمتني. إي دونك شخصيتك تأثرت بالخدمة نتاعك بالمهنة بحياتك مع الجثث. حياتي الخاصة حياتي الخاصة طبيعية جدا. بالعكس عياش بالكدا معناتها. تعرف دكتور برا من الخدمة بروفيت ماكسيموم دو لافي. شو نقول لك سر وسامحني شو نقول لك سر ولكن ويصير في الدنيا. أنا نعرف شكون طلق لأنه البارتنير نتاعو طبيب تشريح. ممكن. إي لأنه ال ال راجلها راجل يعني راجل ومرأة، المرأة تخدم في التشريح والراجل معناتها كل يوم تحكي له على كذا والجثث وكذا وكذا. ما تاقش. ما تاقش. ما تاقش إي. نجم تصير. نجم تصير. زوجتك متصالحة مع الموضوع هذا. أنا خاطر في الدار ما نحكيش على الخدمة. ما تحكيش. مل. حتى يجبدوا لي فما فار كبيره ولا كذا في الدار في الدار حاجه اخرى. اقصى مشهد عشته اقصى مشهد اكثر مشهد مرعب في السنوات هذه شنو هو؟ اكثر مشهد اللي حقيقه اثر فيا بالرغم من الواحد هو الطفل مذبوح. طفل مذبوح قداش عمره؟ بو ذبح ولده عمره 7 سنين دوب دخل المكتب. بو ذبح ولده ذبحه كي العلوش ذبح 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 وشفت الطفل مذبوح قدامك. شبهونا ميت بيان سور. بابا بابا ساسي تشوف طفل صغير هكايا 6 7 سنين المشهد هذاك الحقيقه سي كيفاش بو يوصل يذبح بوه دكتور؟ قضيه كبيره غروضات مع مرته اكسترا فهمتني مشاكل مع مرته ذبح رد غيظ فوالا رد غيظ في الولد فهمتني. مي سينون نشوفوا شوفوا الحالات الكل شوفوا اللي متعفن سيرتو الجثث المتعفنه متعفنه خرجها البحر بعد شهر اكسترا واللي لقاو في داره عنده ميت عنده
والجثث المتعفنه تشرحها انت. وي وتلقى الحقيقه تلقاها في تنقص ليزانديس. ما قلت لك نخدموا بالليزانديس ينقصوا، لكن في اغلبيه الحالات نطلع والجثث اللي تخرج من المقابر بعد سنوات ولا بعد كيف ليكزوماسيون زادا فهمت دونك انت وفاش نلوجوا اصعب هذا اذا انسان مضروب كرتوشه مثلا في راسه حتى بعد 20 سنه طلع طلع الجثه من المقابر وتجيكم فهمتني جثه بتاع عقيد الله يرحمه محمد علي عقيد خرجوا سكوليت فهمتني جابوه لك سكوليت مش هي في صفاقس في اي فوالا خرجوه سكوليت سكوليت ولقاو ولقاو الحقيقه بعد 39 سنه اللي هو مات بالرصاص دونك الحقيقه تمست في الوقت ذاك وقت اللي توفى شنو الله اعلم صحيحه ما حتى نحن تو نجموا نستنجوا اللي في الوقت هذاك كي تدفن تمست الحقيقه ونسبت الى مجهول وتم تزييف الحقيقه وهذا يصير في مهنه الطب الشرعي دكتور للاسف يصير في العالم مش حتى في تونس وقتها ما بقاش تشريح الجثه ما بقاش تشريح لا وقت اللي جاء طول من المطار للمقبره زاد طول اما تصير محاوله حكاو لي فهمت ما تعداش الطب الشرعي تماما لانه فيها امراء وفيها كذا اليوم الحقيقه شفت معناها يا قاتل الروح وين تروح؟ وين تروح؟ ولو بعد 39 سنه يجبدوا الجثه سكوليت ويلقاو الاثار وتلقى الحقيقه في التشريح ديما انا نحب ناكد لك كونه اذا تعدى عن طبيب شرعي يحط اللي فما لا ما شوف خليني نبربشك شوي بحذايا بحذايا جماعه ينجموا يسالوا معايا زاد ومن بعد باش نمشي لهم في حوارات خاصه ولكن اي باش نسالهم بيان سور عنده ولا يهمك عنده حوار خاص وسي رافع كيف كيف ولكن انا باش نسالك وحتى هم يتدخلوا في اي وقت يعني ما تنجمش دكتور تم في هذا في عهد بن علي او حتى في عهد بورقيب تصير السلطه وقتها سلطه ديكتاتوريه سلطه معناها مستبده يصير تأثير على مؤسسة الطبيب الشرعي لتحويل وجهة الحقيقة لتزييف الحقيقة لتمس الحقيقة لتغيير الملف في قضايا التعذيب مثلا ربما أنا ما نجمش نتهم أما نقول لك ربما صارت ثم مثلا يقولوا المرحوم المطماتي توفى في 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 ما نعرفش أسطورة ولا توفى في قنطرة وما نعرفش نية وسائل عديدة لتمس الحقيقة أنا نجم نأكد لك غير من 85 لهنا شفت فوالا ما شاء الله فهمتني وعندنا ثقة فيك ما فماش حتى حالة اللي وقع غطينا فيها الحقيقة مستحيل نجم نأكدوا لك حتى تحت سلطة بن علي حتى سلطة بن علي وي وكي تدخلوا حتى في يوم تدخلوا في القضاء وتدخلوا في كل شيء إلا طبيب شرعي ما تمسش بن علي تو بالرغم اللي تقال عليه وكل شيء لا يرحمه فهمتني مي ولا عمره نهار بعث لي تهديد مثلا جامي يقع تلميح تلميح شوي هكا تلميح حاجات فوالا فهمني تلميح هي. مي لا ولا عمره نهار غط عليا ولا تهديد ولا فكان نجم بعث لي تهديد ولا كذا فهمني بصوره فهمني جامي جامي جربني لايام تلولة حطيت البار الموجود فهمت ولا يتفاداني وكهو غريب فما حاله هكايا يتفاداني ما عادش بالطب الشرعي انا عندي عنده طرق اخرى كيفاش عندي ثقه في كلامك وما نجمش نشكك ولكن ما يسالش نزعزع الحكايه هذه شويه فما متفرج يتفرج فيا ينجم يقول ليش مبالغه هذه شنو انت تحديت بن علي معناتها في الوقت هذاك تحديت بن علي وقعدت في بلاستك وقعدت محافظ على خدمتك وعلى مكانتك نجم ناكدولك وما تورطت في حتى قدام روح بشر لا مجال فهمت لا مجال باش تحط روح ضميرك بشر ضميرك اقوى من سلطه بن علي وي وكان نجم يضرني وقتها راه كنت محضر روحي كنت محضر روحي فهمني اتو كان فما تعذيب وكنت نحاز للضحايا نحط اللي موجود واضح اصعب قضيه واو شو نقول لك كيفاش الاحتياطات اللي زدت خديتها وقتها فهمت وجبتني احنا نحكيو على الكورونا تو وجبنا موضوع اخر نجيب الكورونا اخذ عنا ساعتين ونص ايوا فوالا فهمني كنت الحالات هذيا اللي حساسه فهمتني بتاع تعذيب اكسترا ما نشوفهاش وحدي كنت جيكزيج باش سيد قاضي التحقيق يكون معايا يلا اللي لاهي بالقضيه
واعتقد التحقيق النجم يكون تحت السلطه نتاع سي مش عندي فيه كيش مش اما على الاقل ما عملتش وحدي نوريه كل ما فما ونقول له هاوش باش تحمي روحك يعني نحمي روحي نوع من الحمايه وقت اللي يبداو بحضور حاكم تحقيق ولا وكيل جمهوريه مش كيما وحدك بين اربع حيوط اصعب قضيه فوالا لقيت روحك في 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 مازق ما نجمش نذكر قضايا فهمتني مي هاني قلت لك هما بعض القضايا مش برشا اللي تعدوا على التبشري بعض القضايا في اصعب قضيه في الثمانينات في اخر الثمانينات ولا كهو هاني قلت لك معناتها كيفاش نجمت نخرج منها حضرت معايا سيد قاضي التحقيق وحطيت اللي موجود ما فماش تهديدات ما فماش ترهيب ما فما ترغيب واغراءات والله ترهيب ما تلميح فما شويه تلميح انا قلت لك سواء كان حسسني اللي احنا كنا في الدوله الفاضله معناها على وزن المدينه لا الفاضله لا فما اخلاقيات لا لا فما اخلاق البشر زاد طلع راهو تهديد ولا الاغراء انها ترجع للبيرسوناليتي لا بيرسون معناتها لازم داير ضميرك مرتاح يعني فوالا ضميرك انا الطلبه بتاعي نقول لهم ردوا بالكم على المخده لوري لو سيني دو لوري يقول لهم شنو هي شنو هي لوري المخده سي تري امبورطون شنو معناتها المخده ثم معناتها كي تحط راسك في الليل يجيك النوم لازم تكون عندك روح بشر روح جو دي بيان روح ما تخليكش ترقد حطيت على كتافك تنجم ترقد انا بالنسبه لي مستحيل 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 نجم نرقد اذا حطيت روح بشر على كتافي الحمد لله تو عمري ما خذيت حربوشه تعنو تعنو حط راسي نام واضح يشيعوا عليك انك تحضر بعض حصص تعذيب حالات التعذيب نحضر اشاعات اي اشاعات اشاعات اعوذ بالله مستحيل اشاعات مستحيل واضح مستحيل اسمعني اسمعني في الكليه نقري في الديونتولوجي تعرف شنو الديونتولوجي ميديكال الميثاقيات ميثاق الاخلاقيات تاع المهنه اي في كل في كل مهنه فما هذا ايوا فهمت وبرمي لي زارتيكل تاع الكود نوتر كود ديونتولوجي هو يمنع منع البت للطبيب باش يحضر في عمليه تعذيب ولا يجيبوا له مريض يقولوا له هذا مازال ينجم يتحمل تعذيب ممنوع منع البت في في المجله بتاعنا ولذا لا مجال واضح عندك سؤال سي فاكر يعطيكم كل شيء الحاجه اللي عجبتني وباش تعديت توا رابيدمون كي قالها اي وفاه مستربه باش يعملوا لهم تحليل نتاع الفيروس معناتها راهو عدد الوفيات اللي موجود توا في تونس راهو صحيح راهو صحيح عدد الوفيات هذا يدل هكا نعم عدد الوفيات هو صحيح معناتها اي وفاه قريب ياسر معناتها اي وفاه مستربه اش معناتها وفاه مستربه حتى حكينا شويه عدد على عدد الوفيات صحيح حتى حكينا شويه على فما وفيات تصير في البيت وفما وفيات توا في الشارع راهي اي وفاه مستربه في تونس قاعدين يعملوها في التحليل توا معناتها راهو الرقم هذاك صحيح نتاع الوفيات موافق سي رفع موافق لان في المده الاخيره تبعت شويه معناها النقاشات مش طبيب دونك معناها ما نجمش نعطي معناها راي تقني في المساله اما تبعت مساله لا ميثودولوجي نتاع الديبيستاج وفي تونس معناها طرحت سؤال كبير معناها نتاع الناس اللي معناها ظهر له تيست نتاعهم نيجاتيف ومن بعد معناها توفاو وعملوا لهم معناها فني معناها جو سي با اوتوبسي ولا لو سكانير جو سي با معناها دو كوا يساجي اما ضر معناها اللي هما معناها بورتور دو فيروس هذا يطرح مشكله يطرح مشكله وغوزمون اللي عندنا معناها لا ميديسين ليجيست اللي هي معناها تنجم تعطي معناها تقدير في المساله هذه وتنيرنا لانه معناها علاش معناها فني معناها لو تيز دو ديبيستاج عطى ان ريزولتا ايوه اللي هو كي با كونفورم على ريليتي وهذه مشكله كبيره عندنا في تونس فهمتني وجو بونس با في تونس جو بونس معناها بو بارتي نجم التيست يكون نيجاتيف نيجاتيف وبعد يمات يولي بوزيتيف ويتوفى للبشر فهمت دون لا ميم جورني دون لا ميم جورني سي صارت زهره فوالا شنو هو ردك على هذا سيدي؟ لا معناتها اللي فو نيجاتيف راه موجودين في لي تيست اي تيست في العالم حتى في العالم ما يصير في الميدسين احنا اول حاجه قالوا هنا اللي ندخل الميدسين راه ما فماش 100% وما فماش 0% صارت هذه لازم نعرفوها حتى 99% الغالب جاي هذاك في 1% بالمعاوده نتاع بالتحاليل وقتها نجموا نعرفوا
وبالطبيعه اذا كان توفى المريض وهو في قسم الطب الشرعي وعملنا له تحليل راهو تحليل صحيح، اذا كان سلبي ولا ايجابي راهو صحيح، معناتها راهو مسكره من جهته كل ما فماش حالات باش تفلت علينا. قداش تدوم عمليه التشريح زمنيا؟ انت والقضيه، انت والقضيه تنجم تدوم تروا كاردور ساعه من زمان، تنجم تقعد 8 سوايع. 8 سوايع؟ اه وي، نجم نبداو الصباح نكملوها نجم تعدي 8 سوايع. فما قضايا تبرمش في جثه ولا حساسه ومش واضحه بالكدا، طولوا بالنا عليها. 8 سوايع صعيبه ياسر دكتور، شاقه ياسر. اي شاقه 8 سوايع وانت كيما اللي يعمل العمليه. اي 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 8 سوايع وانت تتعامل مع جثه، اللي يعمل العمليه تعامل مع انسان حي. حالات قليله، مي تنجم دوم حتى ل4 سوايع 3 سوايع. في المهنة ذي في حالة من الحالات بكيت مرة تأثرت على الأخر و... لا دقيقة كاسح له درجة دكتور؟ لا بالعكس، حساس برشا. حساس؟ شي تري سنسيبل. قالوا لي تحب الكمانجا والغنية. أرتيست طبيب التشريح مغروم بالكمانجا، والكمانجا آلة راهو أرق آلة في الموسيقى، يلزمها إحساس مرهف وإنسان رهيف جدا. توتافي. مش إنسان مشرح. كل حاجة بوقتها، وقت الكمانجا كمانجا، مشرح راهو تصورها أنت كلمة تشريح راهي غالطة. إحنا خاصة في التونسي نقول له شرح حاجة معناتها قدمها طرف طرف. لا لا ما نقصوش، نو نو، عبارة عن عملية جراحية نحلوا الجسم ونمشيوا للأعضاء بالعضو بالعضو، ونمشيوا للزاتير بالمليمتر. جثة مشوهة، جثة كذا، جثة مقصوصة. دونك عملية تشريح معناتها كلمة تشريح بنفسها ما تطبقش، معناتها هذاك علاش الناس تقشعر في التوانسة يقول لك مش يشرحوه، معناتها كانوا مش نو نو بعد يتسكر كانوا عامل عملية. دونك ما بكيتش حتى مرة وما لا في الخدمة نو ما تبكيش نو 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 ما هزيتش معاك مرة قضية للدار؟ لا لا في مخ للدار لا، كيف كيف بالكل عمرها لا مجال للإحساس في السرد أوتوبسي للعاطفة يعني، خاطر إذا دخلت بالعاطفة تنجم تضر إنسان تلمو عز بيك كلمة تفهمني تولي تلوج يلزم ما عندكش عاطفة تلوج معناتها باش تانكريميني معناتها كالكان دوتر اللي هو بريء بتاتر، فهمت كيفاش؟ يلزمك محايد قد قد مسطرة، يلزم مسطرة. وهذا توا احنا في تكوين لي ريزيدون يعني الاطباء ما شاء الله عندنا اطباء طالعين تويكا مغرومين بالكدا فهمني، خلف التقنيات اللي يهمني مش تقنيات يلقاها في اي يدخل اي سيت لونسيكلوبيدي يلقى فهمني. اما اللي نحب نعديه الميساج هو هذه هي المسطره والمخده في الليل، واضح؟ مسطره والمخده مسطره ما تتاثرش بحتى حد. واضح؟ هذوما حاجات هذوما يلزمهم انسان ما يلقاهمش بتاتا في الكتب، ما يلزم يتعلموهم معناتها الدكتور ذاكر، يلزمهم انسان قوي فريمون، يلزم شخصية صلبة، يلزم شخصية وأمينة جدا. هو ممكن يتعامل مع الجثث أكثر، ما اللي يتعامل مع الإنسان الحي يكون أخطر برشا، معناتها خايف برشا. راهو احنا كي نتعاملوا بالأخص أنا في القسطرة نتاع القلب، إذا كان باش تعمل عملية نتاع القلب راهو في 3 مليمتر نحوس، 3 مليمتر كان سكر ما تحرقش نحكيو عليه، سكر مليمتر هو يحتمل أقوى مني انا نعمل باكيت بهيم بعد العمليات نعمل. اما اصعب انت تعمل عمليات على القلب، والقلب هو اهم عضو يعطي الحياه، اهم عضو في جسد الانسان، ولا هو يشرح في الجو يتعامل مع ما نقارنوش بين الاختصاصات، كل اختصاص عنده صعب راهو نتاعو. انا الصعب نتاعي نحوس في 3 مليمتر كان سكرهم راهو باش يموت المريض، وباش نخرج لعائلته باش نقول لهم راهو مع انسان حي، راهو بوك متوفى توا. ربما انت اصعب وصارت لي معناتها الامور هذه صارت توا نحكيو عليها. وانا في 3 مليمتر هذيك يمكن نلقى سبب لوفات فك المليمترات هذيك، فهمت؟ دونك عمليه دقيقه جدا معناتها تحل الجثه ما تعرفش وين الحقيقه. ايوه فوالا، يلزم في القلب في المخ في كذا في فهمني. كما قال بعد ما لي كورونير هذوما عرق بتاع 3 مليمتر يلزم تثبت ان راه مسدود ولا لا، وقداش مسدود اكسترا، تنجم تكون هذاك سبب الوفاه. تحب تقول لي انت هذيا ما تاثرش على حياتك الخاصه وعلى شخصيتك وعلى عودتك للدار وعلى خويا القوة الربي وكهو معناها ها والله. هو جوستومون خاطر الاختصاص هذايا مش نابورت كي ينجم فوالا، انا تويك الشباب اللي طالعين لي ريزيدون اللي يحبوا يعملوا فوالا، وقت اللي اول ستاج يجي يعملوه نقعد نعمل اونترتيان معاهم ونشوف ندرى علاش جا للاختصاص هذا. اذا لقى روحه جا خاطر ملزوز ما لقاش
اختصاصه ونقول له قول له عايش ولدي برا بدل اختصاص. فما شكون بدل كريمو مشى عاود عدى ريزيدانا وبدل، فما شكون عدى ست شهور وما نجمش روحه كومبليتمون ست شهور بكاء وكذا باركونتر فما كل جمعه نعديو للبسيكولوج باش فهمني وصحتهم باش يبدلوا باركونتر يخدموا فيها نساء اكثريتهم نساء فوالا تو سور سيت ريزيدون عندي سبعه مترابسين فيهم ولد زوز ولاد زوز ولاد خمس بلاد نساء يحبوا الجثث مغرومين مغرومين بارك الله عليهم والله العظيم اي هو مهنه الطب بصفه عامه ولات اغلبها نساء اي مهنه الطب توا في تياتر ولا 65% بنات و فوالا في تونس 30-35% ولاد اي تعاملت مع الجثث نتاع الله يرحمهم اللي توفوا في حادثه عمدون حادثه الكار 26 جثه في نهار واحد شرح تم تشريحهم مشكل اخر مشكل كي يجيوك الجثث في نهار واحد عدد كبير كيفاش قداش اورغانيز ان بروبليم دورغانيزاسيون قداش عديتوا وقت 24 اور ليكيب كامله مره واحده ليكيب كامل على 26 جثة اي خاطر ظروف خاصة فهمتني ناس في حالة كذا وقضية قضية رأي عام رأي عام وفهمتني وعائلات يصبوا علينا هكاك معناتها تصور ميات الناس ضغط كبير فهمتني دونك ليكيب الكل عاملين برنامج وقت اللي جينا افلو كبير هكايا اون سورغانيز باش الناس الكل موجودة والناس الكل تخدم باش فهمني كانت اشهر واكبر قضيه عملتها في حياتك ولا فما ما اثر؟ شنو هي اشهر قضيه؟ احنا السفاح القضايا السفاح بون السفاح بكري وقتها مازلت جون درت معاه في الحالات اللي خرجهم لنا درت معاه السفاح مده اسابيع هو يطلع لنا في الجثث كل مره يقول هاي في البقعه الفلانيه وانا معاه معايا في السياره معايا بجنبك سفاح بيت سفاح مع الشرطه بيان سور خاطر نخرج مع بريات كريمينال ويخرج لك في الجثث وانت بجنبه اي يجي يقول احفروا هنا يجي يطلعوا جثه الطفل يطلع الجثه قداش من جثه وقت 13 اي قتلهم هو وقت هذا كان يسميه السفاح اما القضايا مثلا اللي نتفكرهم مثلا عن القضايا الارهابيه مثلا اكثر قضيه اللي شدتنا هي بتاع سوسه بتاع سوسه اللي فيها التوريست 39 جثه اي فهمتني فيها توريست فهمتني كلهم توريست هذوكم زاد اون دو سورغانيزي باش خدمه كبيره خدمه كبيره ياسر خاطر يلزم الاتقان والسرعه السرعه خاطر ديزيترونجي يستناو في عائلاتهم يستناو فيهم من برا اكسيتيرا وما نجموش نقول لهم زيدوا استناوا برشا خاطر كمان ماتوا في بلادنا جاوا يحوسوا هنا في مش يروحوا في سنادق دونك ظروف عشنا ظروف صعيبه ياسر وعائلاتهم جينا في كل وقت نص الليل ماضي ساعه تاع الليل طياره تهبط في المطار طول يجيبوا العائله عندي فهمني فما قضايا سياسيه المرحوم شكري بالعيد أي البراهمي أي نقف كيف كلهم عندك عندنا اي كل ثم احساس خاص مع شكري بالعيد مثلا الله شكري يعني. بالعيد احتياطات قضيه ميدياتيزي وسياسيه متسيسه اي ديما سياسه اي قول لنا اللي ما تقالش ما مسيته الله يرحمه شكري بالعيد الا بوجود سيد وكيل الجمهوريه معاه مع ليكيب كامله ليكيب اللي كان كل هاي سيد كل الجمهوريه قال لي اخدم على روحك قلت له لا عيشك قضيه كيما هذه تحضر معي تفضل ولا جاء ثم احساس بالرهبه احساس رهيب نو مع تتعامل مع زعيم سياسي شكري بالعيد مش قضيه عاديه فهمتني هي الاحتياطات هي بيدها معناتها ديما خرجت الرصاص من الجثه خرجنا كل شيء رصاص ولي ديريكسيون وتصاور عندنا كل شيء معناتها موثق شنو هي اللي ما تقالش في شنو هي معناها تنجم تحكي لنا عليه لاول مره؟ كل شيء تقال قديش من الرصاصه خرجت وقتها؟ ما تفكرش بالضبط فكرش من بعد طلعت لقطه كونه ما ماتش وحمدون عطى تقرير كونه هو هرب اكسيتيرا كل شيء موثق عندنا معناتها فما حتى تصاور بتاع وجهه بتاع كل شيء بتاع كل شيء موثق لي ديريكسيون دي بال كل شيء موثق لتو عندنا كانوا في بدنه كامل الرصاص وقتها نعم بدنه كامل خاصة في راسه وفي صدره شنو استنتجت من
من تشريح الجثه نتاع شكري بالعيد الله يرحمه؟ شنو استنتجت؟ شنو اللي قعد في بالك؟ شنو الحقيقه اللي خرجت بها؟ انسان يحب يقتله، معناتها ما فيش يقتلوا، مش يقتلوا برك، معناها تشف تنكيل، لا تنكيل ما وصلش للتنكيل، مي جبد سيت ان بروفيسيونيل، لا با فورسيمون، نو نو نو، مي جبد بليزيور تير باش يتاكد اللي من قريب، معناتها من قريب، من قريب اي فهمت. يحب نرجع لسوسا، ايفيكتيفمون خدمنا 24 اور سو 24، نحب نقولها خاطر هذا شكر ليكيب اللي عندنا في شان نيكول، متبارك الله عليهم، معناتها تحيه لهم الناس الكل، طبه وعمال وفرمليه والكليكا، اربع ايام ما روحوش للدار. اربع ايام، اربع ايام ليل ونهار في رمضان وقتها 39 جثه نتاع توريست اجانب 2015، فهمتني علاش؟ خاطر قلت لهم وجه البلاد عندكم، فهمتني، والسفراء من هك ومن هك يحبوا يخرجوا في اقرب وقت وكذا، قلت لهم هاك تشوفوا، فهمتني؟ على الفائده مش في السرعه برك، فهمتني؟ الفائده في الاتقان زاد، مش خاطر تنجم تسرع وتبرفط نيبورت كومون، فهمتني؟ ولكن هي قضيه واضحه لانها ارهابيه وكذا، ماهيش قضيه لا ما يكفيش، لا 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 هو باش يقول لنا سلاح بركه ولا نوع من انواع السلاحات اكسترا، سلاح بركه وديستونس، اي ديستونس ولا ديريكسيون والكاليبر اكسترا، يبدا شخص بركه عمل عمليه ولا برشا اشخاص، مهمه برشا خدمه، خدمه كما ينبغي بسكان كل شيء واحد على روحوا في بعد اربع ايام الكاتريم سانكيم جور روحوا، هذيك عاودوا لهم الاوتوبسي، الاوتوبسي سيستماتيك في انجلترا، هذوما 30 انجليز سيستماتيك ما عاودوا لهم التشريع. رفع استاذ رفع ما تحبش تسال على لطفي نقذ، لطفي نقذ مثلا جريمه يتقال انها جريمه سياسيه بامتياز، وهذه اثار درجه كبيره، وبالتحديد الطبيب الشرعي هو اللي اثار درجه كبيره، وقع التشكيك في تقرير الطبيب الشرعي، صحيح ولا في الوقت هذا قضيه متسيسه؟ اما تحب تسال عن شكري بالعيد زادت، لانه انت رفيقك شكري بالعيد وتحبه برشا الله يرحمه. بالنسبه لي انا معناها خويا ورفيق وزعيمي معلمي، الحقيقة أن فما حاجة حزت في قلبي وقتها في الحادثة، أنه ما نعرفش كيفاش شنو اللي صار، أما خرجت تصويرة، فوالا خرجت تصويرة، خرجت وخرجت تصويرة الجثة في الطبيب الشرعي وقت الجثة، وتم التشفي في جثمان معناها الشهيد، فقط هذيك هذيك الحادثة اللي معناها قعدت لي بالحق معناها في قلبي، لأنه معناها لا فقط معناها تونس معناها فقدت زعيم، حتى من بعد اعدائه معناها قالوا اللي افتقدناه في بعض محطات سياسيه في تونس في المعارك الكبيره، لكن اكثر من هكاك معناها التشفي حتى معناها في جثمانه معناها في عيب عيب عيب. اي السؤال هو كيفاش خرجت التصويره من الطبيب الشرعي؟ خرج من المرك، من المرك تعرف يدخلوا الشرطه، يدخلوا في خاصه قضيه كيما هذيا، معناتها المرك القام عبيه بال، ولكن ماهيش صدفه انه تخرج جثه شكري بالعيد بالذات، الله اعلم شكون خذاها التصويره، فهمني دار تو الكونسيني، معناتها المرك ما يدخل حد، معناتها خاطر برشا ناس يدخل حتى عادي وتلقاه فهمني وعنده بورتابل يصور، فهمت جثه ولا كذا الله يرحمه، ولطفي نقذ الله يرحمه زاد، تنقد بون القضيه تخدمت في جابس بسرعه، في جابس وفي اي فقاعة شويه سرعه فيها ضغوطات، راهو جيت لهم توا ثم ناس تشكك فيها نعم، ثم ناس برشا ناس تشكك في تقرير الطبيب الشرعي، انا استضفت الطبيب الشرعي الاولاني وقتها نتذكر، ايوه اي يمكن راك تفرجت ونسيت، اي تفرجت فيها في جابس خدمها بسرعه، فهمني والقضايا هذوما ما تخدموش بسرعه، انت بيدك عندك شك في التقرير، قاعد ضغط عليه فهمني، دونك خرج التقرير بسرعه، اي انت عندك شك في التقرير نحسك هكا، سا سو ديسكوت خاطر امور راهو في الطب معناتها سي با اون سيونس اكزاكت، راهو كيما قال زميلي سنار، فهمني حسب الاستيماسيون وحسب الخبره بتاعك وحسب فهمني تنجم اون انتربريت دو تيل مانيير، وقت نلقاو دي فراكتور دو كوت مثلا كسور في الضلوع، تنجم تكون ناتج على عنف وهو حي وقتها خاطر كسروا ونزلوا عليه، تنجم تكون مساج كاردياك خاطر كي خلط السبيطار عملوا له مساج كاردياك، تنجم تكون هذه وذاك، دونك فما ديسكسيون هنا فهمتني، دونك كونكلوزيون ما لازمش تكون مسرعه. التصريح نتاعك اللي عمل ضجه كبيره برشا،
واللي تصريحك انت احد تصريحاتك هو اكثر تصريح عمل ضجه كبيره، قلت فيه المستشفى عندها الحق في اخذ اعضاء اي شخص متوفي دون استشاره عائلته. المستشفى عنده الحق باش ياخذ اي عضو من اعضاء الشخص المتوفي من غير استشارة عائلته، وهذا أثار ضجة كبيرة وخوف الناس. لا ما قلتش كاي، لا لا حرفولك تصريح. العائلة عندها الحق فما قانون، أي واحد قانون مارس 91 ينجم أي إنسان يطلع عليه، راه ما خلق شيء فهمني. هو ينظم عملية أخذ الأعضاء من الحي ولا من الميت، واضح؟ كي الموت تصير في معناتها ما يقع اخر الاعضاء ساعه كان في المستشفى اللي في الكلينيك ممنوع زرع الاعضاء ولا اخذ الاعضاء خارج المستشفى الدولي ممنوع. هذا الكل بريفيتي الترافيك وكسيترا. كي توفى واحد في المستشفى العائله عندها الحق باش تعرض، فما سجل في المستشفيات الكل، العائله تمشي تقول انا نعرض باش يقع اخذ عينه من وقتها الطبيب. بطاقة تعريف عنده متبرع؟ إلا إذا كان في بطاقة تعريف موجود متبرع. وقتها المستشفى عنده الحق من غير ما يشاور. إذا مكتوب متبرع على بطاقة تعريف المستشفى ينحي من غير ما يشاور. من غير ما يشاور. عائلته ما عندهاش الحق تعترض. قانونيا نحكي لك. فوالا. منو في ما عرفش بطاقة تعريف بتاعك فيها متبرع ولا لا؟ ما فيهاش. أنا عندي متبرع. أنت متبرع. نجم. وأنت زاد فهمني. هذا القانون شو يقول؟ لكن في معمول به في المستشفى الطبيب يحاول باش ياخذ راي العائله. هذه اخلاقيه معمول به تويكا فهمت؟ ما مش نمشيو نشوفوا السجل برك معارضين ولا لا، حتى كان ما عرضوش نسالوهم العائله هل نجموا ناخذوا له الاعضاء ولا لا، فما فهمني؟ واذا يعارضوا ما متمسش الجثه. واضح. باهي دكتور رافع طبيب، اليوم فما وزارة الصحة، فما حرب تخوذها البلاد، تخوذها مؤسسات البلاد والصدارة تاعها وزارة الصحة ومن بعدها وزارات أخرين، وزارة التجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية. شنو رأيك في أداء في الأداء تاع السلطة والدولة التونسية والحكومة التونسية في هذه الحرب الشرسة؟ اليوم احنا حتى الإعلام يخوض فيها الحرب، الإعلام هو جبهة من جبهات هذه الحرب، وإحنا مجندين باش نساندوا السلطة نتاعنا والدولة نتاعنا في اتجاه خوض هذه الحرب، ونحافظوا على المعنويات نتاع الأطباء وحتى على السياسيين وكذا. أولا عندما نقولوا معناها الحرب اللي قاعدين نقوموا بها ضد الوباء هذايا، ذكروا اللي معناها الأساس في الحرب هذه هما الجنود والقادة معناها على الميدان، واللي لحد الآن معناها لاحظت حتى على مستوى الإعلام ما تخناش معناها القلب المعركة، وما ريناش معناها كما في بعض البلدان يوريوك السبيطارات الداخل اش قاعد يصير والمعاناة اللي قاعدة تصير إلى آخره. إلى حد الآن فما نوع من تعتيم لا أون سي ديفيتي معناها المسألة معناها حتى زادة ثم منع زادة ما ندخلوش للبلايص الكل ما نجموش ندخلوها. وفي المعركة هذه معناها بالرغم كل شيء ما نجم يتقال، معناها بالحق ضر عنا جيش معناها نتاع جيش معناها السترات البيضاء معناها فهمني والميداعات البيضاء، ضر معناها عنا جيش بالحق معناها. والحمد لله لتونس بالرغم معناها من كل معناها المشاكل اللي تعدينا منها على مستوى التكوين على مستوى الجامعة على مستوى مدرسة الجمهورية، بالرغم من كل شيء معناها لاحظنا اللي عنا قلاع في تونس معناها اللي صمدت كيما مثلا لا ميديسين كيما لانجينيري، لانه معناها مع الكورونا راهو لاحظنا حاجه اخرى هي معناها قدره الابداع والخلق عند الشبيبه في تونس في المدارس معناها نتاع المهندسين في معناها في حتى على مستوى الاعلام الناس اللي ولات تقرا معناها فهمني في معناها في لي زارتيكل سانتيفيك دو ميديسين باش ينجموا عندما يتفاعلوا معناها على المستوى الاعلامي ويقوموا معناها بنقد او بتقديم معناها نصح في مساله الكورونا معناها يكونوا بالحق معناها ناس معناها على معرفه. وهذايا ما خلق معناها بالحق ديفيرنس معناها ما بينه وبين عديد الدول الاخرى اللي عندما دخلنا للحرب كان عندنا جنود. تو تبقى مساله القياده واللي ما حكينا نحن فيها في وقت من الاوقات وقلنا راهو معناها لا جيستيون دي كريز كرايزيس مانجمنت سي توت ان ار سي اون سيونس كامله سي اون ديسيبلين واتصال الازمه وقائمه معناها بذاتها واللي هي شنية اللي كونسيو دو مانيير ملتي ديسيبلينير يعني معناها الى بوكو ديسيبلين فما متدخلين معناها عديدين يكونوا يخدموا مع بعضهم اون سينيرجي وعندهم قياده وعندهم رؤيه واضحه وعندهم ان اوبجيكتيف ويخدموا سيغ دي سيناريو دي زيبوتيز.
شو اللي صار في تونس في مده معينه تو ثم تحسن، اما شو اللي صار في وقت من الاوقات؟ راهي مشكله السميد في تونس اللي معناها فما برشا ناس معناها تعاملت بطريقه معناها معناها فوقيه مع الناس هذوما شبيهم معناها فهمني ماشيين شادين الصح يضحكوا عليهم راهي معناها وحقره اي راهي اللي حكيت لك حكيت لك بكري معناها مساله الهستيري فهمني راهو معناها اي الهستيري اللي صارت معناها في تونس راهو بالحق اذا انا وانت معناها فهمني خفنا من كورونا وخفنا من الواحد لانه معناها في وقت من الاوقات فقنا معناها بمدى خطوره الوضع القادم يعني معناها غزرنا معناها القدام معناها اون في اون بروسبكتيف راهو بالنسبه للناس اللي جاعت واللي خافت واللي وقفت اعمالها واللي لقات روحها في معناها في معناها في العطاله راهي معناها نظرتهم للمساله تمثلهم لو ريبريزونتاسيون مش كيفنا مختلفه جدا فهمني راهو الشيء اللي صار معناها في الاحياء والارزاق اللي قطعت جعلت الناس خاصه انه ما تعرفش وقتاش بترجع وقتاش معناها باش يعاودوا يدوروا الدولاب شعل الناس رايت معناها معناها تتعامل بشكل مختلف جدا مع الانتظارات نتاع الناس اللي تعمل في البلانيفيكاسيون. ضيف لذلك انه راهو الاجتماعي والصحي والامني والاعلامي والهندسي فما حتى معناها البرة شكون يقول لك الانجينيري سوسيال معناها تصور الى اي حد الناس تتعامل معناها مع دي فينومين كومبلكس معناها معطيات معناها فني معقده يقول لك معناها في وضع كيما هكايا اللي هو فينومين جلوبال هذه معناها كلمه جديده معناها ظهور تعليمات معناها في كتابات نتاع السوسيولوج حول مساله معناها الكورونا يقول لك فينومين جلوبال علاش؟ لان مست كل جوانب المجتمع نتاعنا بل مست حتى اكثر من جوانب المجتمع مست حتى معناها فهمني المعنويات والحاله النفسيه نتاع الناس أي أي واليوم فما معناها مازال في النون دي معناها مازال في الاشياء المسكوت عنها معناها في ايش قاعد يصير معناها داخل العائلات مساله العنف معناها وارتفاع نسبه التلاق وكذا معناها الاطفال معناها مشكله معناها قضايا العنف قضايا العنف الزوجي سامحني ارتفعت أي. ارتفعت توا وهذا جانب اكثر حاجه يا سي سمير اللي مقلقتني برشا هي عدم وضوح الرؤيه للمستقبل بالنسبه للناس انا وانت نجموا نصبروا نجموا معناها فهمني معناها ندوروا في حوالنا عندنا اون مارج دو مانوفر فما ناس ما عندهمش مارج دو مانوفر راهو معناها المجتمع نتاعنا كي كنا في وقت من الاوقات نحن اونتيغ ناسيونال دالارم ونقولوا ردوا بالكم راهو 52% من الاقتصاد نتاعنا راهو اقتصاد خارج معناها الدوره الرسميه والناس بعض الناس على الاقل معناها في المسؤولين قاعدين يتعاملوا مع الوضع معناها انطلاقا من شخصيتهم معناها لو بريزم يغزر له معناها يغزر نفسه معناها فهمني يقول هذاك هو الواقع لا الواقع مختلف جدا واقع تونس اصبح مختلف جدا الوقائع في تونس اصبحت مختلفه جدا ما بين معناها الطبقات السياسيه ما بين الجهات ما بين الاحياء الى اخره وهذا معناها لازم نديو توا نخمو فيه علاش؟ لانه انا متاكد انه باش نخرجوا من الازمه نتاع الصحيه نتاع كورونا ولكن التكاليف ولكن كيما قال معناها ما نقولش انا معناها احنا حتى شيء بالنسبه للناس هذوما اما واحد كيما اونري كيسنجر يقول لك معناها لي زامبليكاسيون دو كورونا معناها 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 الحاجات اللي باش معناها اللي باش تبقى الناس تعاني فيها معناها من الكورونا الأثار على اجيال ما قالش سنوات اجيال وهذا معناها يجعلني نقول تونس في وقت من الاوقات كان دائما عندنا معناها منطقه الاستشراف تو لازم نبداو في الاستشراف لحمايه مجتمعنا لحمايه الفرد على مستوى معناها البسيكولوجيا نتاعو على المستوى النفسيه نتاعو وايضا من اجل ان نكونوا اذكى من غيرنا اون سوبوزيسيون بور لافنيغ نجموا نخرجوا ببعاهات نفسية من الأزمة هذه في مجتمعنا في ناسنا في أفرادنا في مواطنينا تنجم الديبريسيون سيسير باش ترتفع نجموا أنا أقول لك حاجة بركة معناها قالت ليناسيونز يونيز تكاليف اجتماعية أي. كبيرة معناها الأمم المتحدة خرجت تقرير معناها موجع القزرجة يحكيوا ما بين نص مليار إلى مليار بشر في العالم كي فون بالونسي دون لا ميزير معناها باش يمشيو نحو الفقر البؤس مش حتى الفقر لا ميزير المشكله انه معناها فهمني مش الفقر اللي انت قادر من بعد باغ لا سويت انك تو لي ريكوبير الفقر المدقع صح لا في مجتمعات غير قادره ان تعيد بناء نمط نتاع معناها انكلوزيون يعني معناها اعاده معناها فهمني جلب الناس هذوك الى دوره الاقتصاديه وهذا خطر كبير من نص مليار الى مليار في العالم في العالم واضح دكتور ذاكر لهيذب فما ناس اليوم نسمعوا فيهم بارتو يحكيوا على الترفيه
كل يشوفوا برنامج ترفيهي أو طبيب في برنامج ترفيهي إلا وتتعالى الصيحات والصرخات وعيب وما يجيش وإحنا في وضع كذا ويزم الترفيه ويشوفوا مرأة تشتح لا وواحد يغني لا والآخر يضحك لا وطبيب يحكي مع كوميديان لا ويحكي مع فنان لا ويسأل فيه فنان لا وأنت بدك تتعرض لهذا تمشي البرامج الترفيهية إلا وتنقض عليك الناس حتى جايينك للبرنامج هذا كالعادة مع أسماء هذا يستنسنا به مش مشكل كل ضيف يجينا إلا ويقولوا له لا رد بالك وكذا ولكن الضيوف يجيونا والحمد لله من دبوي 10 سنين شنو رأيك يا أخي الترفيه عيب في بالعكس نحن نحتاجه للترفيه في الوضع هذا سينو المواطن يديبريمي يلزمه معناه ينسى شوية الكورونا ثم 3000 زراو من الستة نتاع العشية حتى نص الليل تحكي كان على الكورونا مش تجراف هذا سي ذاكر صحيح كلامك صحيح والبروف اللي طور القناة الثانية التونسية اللي تعدي في المسلسلات القديمة هي من أكثر القنوات اللي يشاهدوا فيها الناس فلا راهو حاجة ممتازة يشوفوا في المسلسلات القديمة ويسبوا في المسلسلات الجاية يسبوا في الجديد أما راهو مهم ياسر أنا مهمنيش في ترفيه ولا مش ترفيه أنا عندي ميساج نحب نعديه فلا الميساج هذاك راني زمي نهبط من برج العاجي صحيح باش يسبني عبد ولا باش يقول عليه شبيه يعمل في الشعبويه ماهيش شعبوي راهو عندي ميساج لازم يتعدى راهو انت في بالك راهو ولادنا الصغار ما يعرفوش التلفزه ما يتفرجوش في التلفزه تو يتفرجوا في المواقع الاجتماعيه حتى فيسبوك بالنسبه لهم يقول لك قديم فيسبوك عندهم حاجات اخرى يشوفوا فيها يعني انا لازمني نشد نتمكن من اليوتيوب نتمكن من الانستغرام نتفليكس والدنيا لازمني نتمكن منهم كل باش الميساج نتاعي يخلط يعني باش يسمعني ما عندكش مشكل تحكي مع بعلوش ولا فوزي من قمره على الكورونا يعرف هو انسان يحب يعرف وعنده شعبيه وعنده ناس معاه باقي مطرب شعبي ماهوش اي مطرب شعبي يخدم على روحه ورب يعينه اما كي يسالني سؤال انا مانيش نحكي مع عالم اخر ولا نحكي مع انسان عادي له مرض انا في العياده نتاعي كي يجيني مريض عمره 80 سنه يلزمني نعدي له الميساج يلزمني نعدي له الدواء يلزمني يعرفك حتى في الشارع يلزمني نفهمه يلزمني نوصل له الميساج نتاعو راهو ما يهمنيش في انا برنامج نتعدى انا اي برنامج باش نلقاه باش نعدي ميساج باش نوصل أم حاجة أخرى نحب نوصلها راني راني مانيش نحب على منصب ولا نحب على شهر راني جون فيباث كليفة على بلاس دو كليف تونجيبها مهم نحكيو على الناس الكل نحكيو على نطمن زملائي قبل ونطمن الناس اللي ما عندكش طموحات سياسية ولكن تعمل في السياسة طبيب مسيس أما حتى جماعة حزبي يعرفوني اللي هو حزب التيار الديمقراطي اللي أنا عضو مؤسس فيه يعرفوني قلت لهم نحب حتى منصب لا وتعمل في السياسة أما قلت لهم السياسة نحب نوصل حاجة سي ظافر راهو بالصفة عليك اللي يعمل السياسة معناها مشكلة أنا ما نحبش منصب السياسة مناسب ما فميش واحد يعمل السياسة باش ما يوليش منصب لا آخر تنجم تكون طموحاتك وزير صحة ومن حقك علاش معناها تتمثل منها انا ما عندي حتى طموح في منصب نشوفوا فيك ديما مع الوزير الوزير كومونتي لك في لي ستاتيو نتاعك اون كونتاكت تدافع على سياسه الحكومه طبيب مسيس ثم شكون يسميك طبيب الحكومه وفما والسياسه مش غريبه عليك والبارح وليت ضد الحكومه ما تنجمش نتبعوا الناس كل شنو تقول البارح بركه خرج قطيع واحد اخر قالوا قطيع يكسر حلو عجبتني يكسر في خدمه الحكومه راهو مش صحيح راهو انا كيما الوزيره القديمه كيما الوزير هذايا كي عندي فكره ولا حاجه نحب نوصلها توصل هذاك شنو نحب معناتها باش انا باش نشد منصب وزاري شنو ما عندي حتى خدمتي نحبها نحب خدمتي برشا ما نحبش نفلت خدمتي تكنيك باش نفوتها 3 شهور باش نضيع يدي ثم شكون يقول انت طبيب قلب ما عندكش الحق تحكي في الكورونا بالحق فما ناس يقول مثلا مادد وجهه في تلافس كلمه مادد وجهه في تلافس انا هذيا ضدها انا نحب نوصل مساج والناس تسمعني انا قاعد نستغل في الشعبيه نتاعك نستغل في الانديمات نتاعك باش نوصل مساج وانا نحب اقعدوا في دياركم يا ناس انا نعطيك جمهوري باش تفيدوا وباش تنفعوا في الوضع هذا بالضبط ننقصوا من الترفيه ونعطيه ولكن الترفيه زاد مهم برشا سي ذاكر هكا ولا مهم اذا نستغلوا اي حاجه باش نوصلوا الميساج نتاعنا احنا كاطباء وكناس نصرفوا مع العلوم الطبيه باش نخرجوا فاصل اشهاري ونبداو الحوار معاك وبعد مع سي رافع فاصل اشهاري ثم نعود